فازت دولة الكويت برئاسة الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات الكيميائي بالتزكية لمدة 3 سنوات. هذا ما أعلنه الأمين العام للاتحاد عقب الانطلاق مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات في الكويت على مدى 3 أيام. انطلاقا من التزامهم المهني وواجبهم الوطني والأخلاقي لإيجاد الحلول والإمكانيات لمختلف القضايا الخاصة بدعم القطاعات النفطية بأسرها، انطلقت في دولة الكويت أعمال مؤتمر المجلس التنفيذي الثاني للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات. لن تتحقق التنمية المستدامة في تلك القطاعات إلا بالمحافظة على حقوق العمال وتوفير حياة كريمة آمنة لهم في قطاعات النفط والبتروكيماويات. العمل النقابي زي ما كلنا تعلمنا وأساتذتنا علمونا أنه شرف لأي شخص فينا أن يكون في يوما من الأيام نقابيا. الكلمات الافتتاحية لأعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البتروكيماويات ركزت على التحديات التي تواجه القطاع والمخاطر التي تواجه اقتصادات الدول العربية وضرورة تضافر الجهود لمواجهتها. نتمنى أن يخرج هذا الاجتماع بالتوافق في تشكيل مجلس تنفيذي جديد ومتجانس ويعمل سويا في خدمة الطبقة العاملة، وأن النظام الإقليمي العربي يواجه تحديا وجوديا لم يسبق له مثيل. وهنا نسأل كيف نرتقي جميعا إلى مستوى هذه المسؤولية، وكيف يكون للعمال العرب الدور الطليعي للمشاركة الفاعلة في بناء أوطانهم. نستهدف نحن العمل النقابي بشكل جديد وبشكله الحقيقي، وهو الحفاظ على المصلحة الاقتصادية ومصلحة عمالنا، لأن بنمو الاقتصاد تكون هناك دائما فرص العمل. فعاليات وجلسات المؤتمر تستمر على مدار يومين متتاليين، يناقش خلالها المشروع الاقتصادي وغيره من المحاور ذات الصلة للخروج بالتوصيات الخاصة بالمرحلة المقبلة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.